عيون الأخبار. سقوط في مدينة حريتان. الله أكبر. سقوط صاروخ سكود في مدينة حريتان. الله أكبر. دمار هائل. الله أكبر. الله أكبر. سقوط صاروخ سكود في مدينة حريتان. الله أكبر. بتفلوا معي هدول الله أكبر. سقوط صاروخ سقوط في مدينة حريتان. دمار هائل في المدينة. الله أكبر. الله أكبر عليك يا بشار. عند انسحاب عناصر داعش من مدينة حريتان. سقوط صاروخ سكود. الضحايا بالعشرات. الله أكبر. الله أكبر. لقاءنا اليوم مع الأخ أبو مصعب داخل أحد الأنفاق الذي يمتد مسافة 75 متر. طبعا المركز الرئيسي لعملية التفجير راح تكون مقر عمليات النظام بحلب القديمة, هو مبنى الكارتون بإذن الله تعالى. أخ أبو مصعب, ايش بتحكي لنا؟ طبعا انتم الجبهه الاسلاميه, ايش بتحكي لنا عن وضع الخندقات؟ بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاه والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
أخي هذا الخندق صرنا فيه تقريبا شهرين ونص. أول ما جينا إلى حلب قبل صقور الشام. نعم. قمنا باستطلاع المكان، فقررنا حفر الخندق باتجاه فندق كارلتون اللي هو غرفة عمليات حلب القديمة. فالحمد لله رب العالمين، الله وفقنا، بعد شهرين ونص وصلنا لمكان الهدف. الآن نحن تحت سطح الأرض ما يقارب 10 أمتار. تمام. في الصخر. نعم. قمنا بعمل متواصل 24 ساعة ليلا نهارا، نبدل النوبات كل 8 ساعات نوبة. قسمنا العمل على 3 نوبات، والحمد لله رب العالمين، الله وفقنا بفضل الله ثم بجهود المقاتلين الأبطال بالعمل اليدوي كله. كان ما شاء الله. والرفش وننقلها بوسط صغير وطالع لبرا 75 متر. يعني آخر يومين ثلاثة كنا كل 8 ساعات نشتغل 50 سنتر. يعني هلأ أنا داخل الأرض. أنت هلأ بنفق 75 متر. 75 متر. لأنه أنا حاسس تحت. لأنه حاسس نفسي انقطع. 75 نعم. متر لجوا تحت الأرض 10 أمتار صخر. ما شاء الله. يجوز يكون في فوق 10 أمتار متر أو مترين تراب. ما شاء الله. تفضل خلينا نكمل هيك. ما شاء الله. هذه حلب القديمة، سوف ترون العجب في حلب. ما شاء الله، خندق طوله ما يقارب 75 متر، قام به بحفره أبطال الجبهة الإسلامية من صقور الشام. ما شاء الله وكان عليهم. تفضل. هون الله سبحانه وتعالى وفقنا في مكان كهف قديم مغارب ويس. محفورة قديمة رومانية. الله سبحانه وتعالى من علينا بليلة واحدة دخلنا 10 أمتار تقريبا. ما شاء الله. كان هذا يعني إنجاز، الحمد لله كان التوفيق. الحمد لله رب العالمين. يعني العمل آكل معاك وعمل كتير ووقت بشهرين نص ليل نهار متواصل. ما شاء الله. تفضل. هاي هون أصعب منطقة بتعدي علينا. هاي هون الحجر فيها قاسي صلب. كنا بالثمان ساعات نمشي 40-50 سنتي. يعني 24 ساعة نشتغل متر ونص. الله أكبر ولله الحمد. ما شاء الله. جايينك بها يا مشوار. ما شاء الله. تفضل. بدنا نحفر فيها مخا. ما شاء الله. تابع. ما شاء الله. طبعا هون بنحط اللمسات الأخيرة. نعم. هون بنحط اللمسات الأخيرة حتى نعرف نتأكد من الهدف 100% إنه نحن داخل يعني تحت فندق الكارلتون 100% إن شاء الله. ما شاء الله. أستاذي يعطيك العافية، بس هيك وكارب كلمة، العمل اللي عم تقوم فيه أنت حاليا شو هو؟ أنا عم بدقق الحفريات إذا كانت باتجاه صحيح وكان مسافة بدقة، عم نقيس المسافات وناخذ زوايا وإن شاء الله تعالى من لكم إنه في مسافة معينة أو وصلتوا تحت الهدف بالضبط. الله يجزيك الخير. الله يخليك. عمق 75 متر تحت الأرض. بهاد. بهاد. بهاد التراب ونطالع. ما شاء الله. ما شاء الله. تفضل شيخ، تابع معنا. طبعا نحن هذا سلاحنا وهذا سلاح المجاهدين المتواجدين بسوريا بالأكمل طبعا، اللي صار له ما يقارب الثورة على 3 سنوات ولم يقدر نظام الأسد والنظام العالمي بالأكمل
على أن يكسر إرادة الشعب السوري. إرادة الشعب عيون الأخبار.